برعاية الأمم المتحدة، استئناف مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة والميليشيات الحوثية في العاصمة الأردنية عمان بهدف دفع عملية السلام. رئيس مجلس القيادة يجري سلسلة لقاءات سياسية رفيعة المستوى خلال الأسابيع الماضية. انخفاض حالات النزوح الداخلية في اليمن إلى النصف خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر إبريل. طيبتم وطابت بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام، نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم. أكد ماجد فضائل المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين للغد المشرق بدأ مشاورات تبادل الأسرى في عمان. وأضاف فضائل أنه سيتم عقد سلسلة لقاءات متواصلة على مدار 3 أيام بشأن نقاش آلية التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع الحوثيين على مبدأ الكل مقابل الكل. وأضاف فضائل أن الوفد الحكومي لديه توجيهات من مجلس القيادة بأن يتم التعاطي بخيارات مفتوحة وإنسانية من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين. وأعرب مكتب المبعوث الأممي لليمن عن أمله في التوصل إلى اتفاق من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، وكما عبر عن امتنانه لدعم الأردن المستمر والقيم لهذا الملف المهم. وجاء ذلك في تغريدة لمكتب المبعوث الأممي على تويتر أكد فيها استئناف محادثات ملف الأسرى والمحتجزين بمعية الصليب الأحمر الدولي. عقدت في الآونة الأخيرة سلسلة لقاءات سياسية عالية المستوى على صعيد بحث العملية السياسية في اليمن، والتقى خلالها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي قيادة التحالف العربي ومسؤولين أمميين بارزين. التفاصيل في هذا التقرير. في ظل حالة الركود وعدم إحراز أي تقدم في العملية السياسية، أجرى مجلس القيادة الرئاسي خلال الأسابيع والأيام الماضية سلسلة لقاءات واتصالات سياسية مع دول التحالف العربي والأطراف الدولية والأممية للدفع قدما بعملية السلام. في 22 مايو الماضي زار رئيس مجلس القيادة المملكة العربية السعودية واستقبل في مقر إقامته الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، والذي أكد على استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي في كافة المجالات، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي بالتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام. هذا وبعد يوم من اللقاء توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في 23 مايو الماضي، والتقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي أكد على وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار. هذا ومنذ بداية شهر يونيو الحالي التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي بعدد من الشخصيات الدولية، وكان أبرزهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غرونبرغ، والذي أطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسية على نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار. وبعد أيام قليلة التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، والذي جدد التزام الولايات المتحدة بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومواصلة تدخلاتها الإنسانية والإنمائية على كافة المستويات، بالإضافة إلى حرص واشنطن على دعم الجهود الجارية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن. هذا اللقاء جاء بعد أيام من استقبال العليمي لسفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن، والذي أطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على مستجدات الاتصالات الأمريكية والدولية لإحياء العملية السياسية. وبعد أسبوع من اللقاء عاد والتقى العليمي بالمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندر كينغ، وناقش اللقاء نتائج المحادثات الرئاسية الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وبحثا مجددا الجهود الرامية لإحياء مسار السلام في ظل تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. هذا وكما عقد رئيس مجلس القيادة لقاء مع وزير خارجية مملكة النرويج أنيكين هوتفيلدت، وتركز اللقاء على مستجدات الأوضاع اليمنية والجهود الإقليمية والدولية لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
أما على الصعيد الإنساني، التقى رئيس مجلس القيادة المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، والذي قدم بدوره تقييما أمميا حول الأوضاع الإنسانية في اليمن وفرص التحول من مرحلة التدخلات الإغاثية الطارئة إلى نطاق الدعم الإنمائي الأكثر استدامة. وقف اجتماع استثنائي للقادة العسكريين والأمنيين الجنوبيين برئاسة نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد بن بريك، وقف أمام آخر المستجدات والتطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية على الساحة الجنوبية. وشدد بن بريك على أن هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي كعملية استباقية لمواجهة التحديات وحشد الطاقات الوطنية المادية والبشرية والتصدي الحازم لها وإجهاضها في مهدها. كما شدد بن بريك على استعداد القوات الجنوبية لدعم خيارات القيادة السياسية والتي تم اتخاذها استجابة لإرادة الشعب ومطالبه وأهدافه العليا. تصدت القوات المسلحة الجنوبية لمحاولة هجوم من قبل ميليشيات الحوثي على جبل حمالة الاستراتيجي بجبهة كريش شمال محافظة لحج. وذكر مصدر ميداني أن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد أحبطت محاولة الميليشيات. أضاف المصدر أن القوات الجنوبية المرابطة في جبهة حمالة كريش خاضت اشتباكات عنيفة مع الميليشيات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة. اختتمت قوة حماية الشركات في معسكر المسيلة بساحل حضرموت الدورة الخاصة لقادة الحظائر من منتسبي القوة للرفع من قدراتهم واكتسابهم العديد من المعارف العلمية والعملية في المناهج العسكرية. وشهد حفل الاختتام تنفيذ مشروع رماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى الرماية بالقنابل اليدوية من أجل رفع قدرات الأفراد وتحقيق الأهداف بإصابات دقيقة. كما ألقى قائد قوة حماية الشركات العميد أحمد المعاري كلمة أكد فيها أن التدريب المستمر منهج تم اتخاذه في قوة حماية الشركات لاستمرار كفاءة هذه القوة التي تحمي مقدرات حضرموت. بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد ديوان وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة عدن توقيع اتفاقية لتمويل تنفيذ مشروع إنشاء حاجز شعب الناشع ثوبة بمحافظة الضالع بتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية. وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أن دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل في اليمن بلغ نحو 325 مليون دولار أمريكي، استهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، وذلك استمرارا لنهج الدولة في دعم الشعب اليمني. تم هذا اليوم توقيع اتفاقية مقدمة من الإخوة صندوق أبو ظبي للتنمية بمبلغ 878 ألف دولار بمشروع في سد الناشئ في الضالع. يأتي هذا ضمن سلسلة من المشاريع التي تم تمويلها من الأخوة الأشقاء، ولهم الشكر الجزير الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم تم توقيع اتفاقية سد شعب الناشئ ثوبة مديرية الضالع، وكما تم توقيع الأسبوع الماضي اتفاقية سد كلتا حرير مديرية الحصين الضالع. وهذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة مشاريع مموله من صندوق أبو ظبي. أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن حالات النزوح الداخلية انخفضت في مايو الماضي بأكثر من النصف مقارنة بشهر إبريل. أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن انخفاض معدل النزوح في شهر مايو الماضي. وقالت الوحدة التنفيذية في تقريرها الشهري إنها رصدت نزوح 345 أسرة مؤلفة من 1728 فردا من 14 محافظة خلال الفترة من الأول إلى 31 من مايو 2023، وذلك بانخفاض يقدر بنحو 107% عن شهر إبريل الذي شهد نزوح 713 أسرة تتكون من 4047 فردا. تقرير الوحدة التنفيذية أضاف أن ما نسبته 76.8% من حالات النزوح المسجلة في مايو الماضي كانت حديثة وبعدد 265 أسرة نزحت لأول مرة، فيما نسبة 23.2% المتبقي أو عدد 80 أسرة نزحوا للمرة الثانية. وأوضحت الوحدة التنفيذية أن أغلب حالات النزوح في مايو الماضي كانت من محافظة تعز وبنسبة بلغت 24%،
تليها الحديدة بنسبة 23%، ثم مأرب بنسبة 15%، فيما وزعت بقية النسبة بين محافظات الذمار والبيضاء وحجة وريمة وعمران والضالع والمحويت وصنعاء وشبوة. هذا وأشارت الوحدة إلى أنها رصدت خلال نفس الفترة المشمولة بالتقرير مغادرة 30 أسرة مناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 151 أسرة إلى مواطنها الأصلية. وأورد التقرير أن إجمالي حالات النزوح الداخلية المسجلة منذ مطلع يناير وحتى مايو 2023 بلغت 4191 أسرة، مكونة من 23560 فردا نزحت من 20 محافظة وتوزعت على 10 محافظات. تتابعونا في هذه النشرة أيضا بعد الفاصل. ندوة تثقيفية لمنتسبي وزارة الداخلية في عدن. من جديد أهلا بكم. نظمت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة ندوة تثقيفية لمنتسبي وزارة الداخلية حول حماية المجتمع من الظواهر السلبية التي تهدده والتي يجب التصدي لها ومحاربتها. بهدف حماية المجتمع من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع والتي يجب التصدي لها ومحاربتها، نظمت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة ندوة تثقيفية توعوية لمنتسبي وزارة الداخلية بالعاصمة عدن. هذه الندوة هي تدشين لعدد من أو سلسلة من الإجراءات التوعوية التي سيتم تنفيذها في إطار قيادة وزارة الداخلية ومؤسساتها الأمنية، وبدرجة أساسية الذين يعملون في الميدان، أقسام الشرط، النقاط الأمنية، المديريات، محافظات بشكل عام. طبعا الميليشيات الحوثية دمرت كل شيء، دمرت البنية التحتية والأجهزة، ودمرت حتى الإنسان وعقل الإنسان. الندوة ناقشت محاور تتعلق بالمخدرات وتأثيرها على الإنسان والسياسة الجنائية لمكافحة المخدرات بين القانون والتطبيق، بالإضافة لغياب قانون تجريم الأعمال الإرهابية في اليمن، وإشكالية العقوبات على الإرهاب والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب باعتبارها جريمة ذات أثر دولي ووطني، وغيرها من الظواهر التي تؤثر سلبا على الفرد والمجتمع ككل. شاركنا اليوم مع وزارة الداخلية، وهذا يعتبر أول عمل تنسيقي مشترك ما بين وزارة العدل ووزارة الداخلية. نحن شاركنا ممثلين وزارة العدل بأربع أوراق، منها المخدرات ومنها الإرهاب ومنها العنف ضد المرأة وحمل السلاح والتحرش الجنسي بالأطفال، الابتزاز الإلكتروني. خصوص الندوة هي عبارة تتكلم عن جميع الظواهر والدواخل اللي دخلت على المجتمع وهي غريبة على المجتمع، وأهم هذه الظواهر هي ظاهرة المخدرات التي تعد آفة تصيب الشباب بدرجة أساسية. الهدف هو تدمير الشباب بدرجة أساسية، فهدف هذه الندوة هي توعية المشاركين جميعا بخطورة هذه المخدرات. خطوة تثقيفية جاءت تمهيدا لسلسلة دورات تدريبية قادمة تكمن أهميتها في محاربة الظواهر الاجتماعية السلبية للحد من انتشارها الممنهج في المجتمع الجنوبي. ندوة تثقيفية هدفت للتوعية من مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية وفي مقدمتها ظاهرة انتشار المخدرات التي يقع الشباب ضحايا الإدمان عليها. كاتب اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. وللمشاهدين متابعة لأهم الأخبار الرياضية. ضرب المنتخب الإسباني موعدا مع المنتخب الكرواتي في نهائي دور الأمم الأوروبية بعد فوزه على منتخب إيطاليا بهدفين لهدف في نصف النهائي. وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل مبكرا بواسطة بينو في الدقيقة الثالثة، ثم أدرك المنتخب الإيطالي التعادل من ركلة جزاء نفذها إيموبيلي بنجاح في الدقيقة 11.
وبعد ذلك منح البديل خوسيلو بطاقة العبور لإسبانيا بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 88. نهاية النشرة مشاهدينا، تذكير بأبرز العناوين. برعاية الأمم المتحدة، استئناف مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة والميليشيات الحوثية في العاصمة الأردنية عمان. بهدف دفع عملية السلام، رئيس مجلس القيادة يجري سلسلة لقاءات سياسية رفيعة المستوى خلال الأسابيع الماضية. انخفاض حالات النزوح الداخلية في اليمن إلى النصف خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل.